بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الشهادة الإعدادية. طبعا أنا جمعت لكم الجزء اللي هو بتاع البريفكس والسافكس، يعني اللي هي المقاطع اللي بستخدمها قبل الكلمة وبعد الكلمة. جمعت لكم كده المقاطع اللي موجودة عندنا في الترم الثاني بالكامل على صفحتين. الصفحتين دول طبعا اللينك بتاعهم أو الرابط بتاعهم موجود، تقدر تلاقيه تحت، تدخل على الرابط وتنزل الصفحتين على أساس أن أنت إن شاء الله كده تراجع عليهم عشان تكون لميت كل الجزء ده أو الجزء الخاص بالبريفكس والسافكس. وعاوز أأكد على حاجة، أن طبعا هم دول اللي موجودين في المنهج بتاعك في كتاب المدرسة، تمام؟ لأن طبعا أنت بتلاقي كتير وأنت بتتعامل مع الكتب الخارجية سواء المعاصر أو جيم، بتلاقي كتير طبعا حاجات ازيد من كده، ولكن طبعا انت مش مطالب بيها، انت مطالب باللي موجود في كتاب المدرسه. عشان كده انا مجمع لك اللي هي الحاجه الخاصه او اللي موجوده في كتاب المدرسه. حاجه بقى زياده مكتوبه في الكتاب الخارجي دي حاجه ترجع ليك. بالتوفيق يا شباب ان شاء الله.